وقبيله قلت لي السي ناصر على الدومين ديالي، انا راني في الا بغينا نقولوا في التدريس، ما هو اكاديمي وحتى ما هو يعني ديال التربيه الوطنيه الا جينا نقولوا بلا ما نزيد نشرح. مرحبا مرحبا، واش نيت في التخصص ديال الامازيغيه؟ هو في التخصص ديال الامازيغيه وي. مرحبا، لان راه كاين بزاف ديال الناس ما عارفينش شنو تيوقع كاع حتى في الاقسام. لا لا يعني في التخصص ديال الامازيغيه دونك راني مطلع على لا سواء على الطلبه دونك لا على النيفو اللي قل يعني الصغار اوكي يعني ديال اوكي مادام انت نيت يعني ولد الدومين، غادي نسولك واحد السؤال اللي بزاف تيسولونا فيه. وي. اشنو انت غالبا غتكون عندك دابا التجربه ديال تدريس اللغه الامازيغيه، اشنو بان لك في التلاميذ في التعلم من خلال زعما التعلم ديالهم بالامازيغيه؟ واش صعيبه عليهم واش سهله عليهم؟ شنو المشاكل مثلا اللي كيواجهوا؟ نقول لك من حيث انا اصلا كندير تدريس في مجال غير ناطق، باش تكون هذه معلومه زايده، يعني مجال جغرافي غير هذه ناطقي، مزيانه، هذه اللي بغينا. هذاك الشيء اللي كاين. واللي فيها مزيان في الامازيغيه انه هاد غير ناطقين من حيث القراءه والكتابه راه اسهل لهم من العربيه والفرنسيه في التحكم. يعني وحتى حتى الخط ما ونقول مشاكل كاع مع الخط ولا مع شي حاجة أخرى؟ لا الخط قلت لك الكتابة والقراءة، ونزيد لك حتى القواعد، بعض القواعد مثلا الصرفية ولا شي حاجة بحال هكا كتجيهم سهلة على العربية والفرنسية. الإشكال اللي كيكون في المجال الغير ناطق كيكون هو المعجم، يعني هو التواصل، النيفو ديال الكوميونيكاسيون كيكون شوية صعيب عليهم بحكم أنه مثلا ما كيكونش المحيط ما كيساعدش، ما كيسمعها لا في حاله في الدار لا في التلفازه لا في بلاصه، دونك ما كيساعدش على الانماء ديال المعجم ديال التلميذ. يعني حتى هادو اللي تيقول لك مثلا راه صعيبه تيفيناغ، صعيبه على الكلام كذا، وحتى للاشاره، حتى الناس بالعكس اللي داروا تقعيد اللغه الامازيغيه واللي داروا هذاك الكتاب ديال النحو، راه حاولوا ما امكن انهم يبسطوا داك الشيء. راه شفنا داك الشيء، راه ابسط ما يكون. انا نقول لك يمكن المشكل كتلقاه مع الطلبه اللي كيكونوا يعني عندهم البكالوريا ديالو وكذا، وكتلقى المشكل معاه لانه اذا كان ناطق فين كتلقى معاه المشكل؟ في ذاك الاشكال اللي يلا هضرنا عليه ديال لا فونيتيك، وي من وي وي الانتقال من ما هو صوتي اللي داكشي اللي كيهضر مع دارهم وكذا، وانه يعرف يكتبوا بالطريقه الصحيحه. دونك هنايا كتلقى معاهم واحد المشكل انه كيكون ناطق الوغ داكشي اللي كيهضر به هو اللي كيحاول يكتبه. وي هذه هي اللي الاشكال، اما هذا الغير القضية الناطق ما عندوش مشكل في الكتابه. وي هذه القضيه اللي قلتيها السي اسقسي، انا براسي تتوقع لي بعض المرات، لانه انا يعني تنكتب مثلا في التيفينا، بعض المرات راه تتنسى راسك، تتولي تتقول راه هذيك اللهجه اللي اللهجه ديالك اللي كدوي بها، راه هي ديك المعياريه، ولا هي هما ديك القواعد اللي خاصك وي تكتبهم. حتى تمشي طال راجعه، تتلقى راسي بان راه بزاف ديال الحوايج تما غير خاصني نعاود ندير لهم بحال اللي قلتي، نحيد عليهم ذاك الشيء اللي الطابع كاين، ديال اللهجه. المهم هذه كانت واحد الافكار على ود هاد الامازيغيه. وحتى الا كان مستقبلا نقدروا كاع مرحبا مرحبا، ضروري خاصنا نديرو، غنديرو سي اسقسي، غنديرو مع انت نديروا شي حاجه حتى وخويا. في لي فاريونت، سيرتو في لي فاريونت، يعني كاين عندنا في لي فاريونت نقدروا نمشيو حتى في دابا انتم انا شفت اللايف زوين، عجبتني الفكره انه كتجيب من بزاف ديال اللهجات الامازيغيه اللي كاينين حتى في خارج المغرب، ياك؟ وي نقدروا نديروا مثلا لايف اللي يكونوا متخصصين، يعني نمشيو من الخاص للعام، نمشيو مثلا اللهجه ديالكم مثلا الجهه ديالكم المنطقه ديالكم، نجيبوا لي سو فاريونت اللي كاينين في ديك لا فاريونت ديالكم، وي راه فهمتيني كيفاش؟ حنا في الجهه ديالنا راه كاينين دي سوفاريون كما قلتي. فوالا دونك مثلا نخدموا على لي سوفاريونت ديالكم، نمشيو مثلا للريف نديروا واحد الحصه ديال لي سوفاريونت ديال الريف، لانه حتى في الريف راه السي عبد الحميد راه عارف هذه القضيه، راه غير ما بين تمسمان اي 90 الناظور الدريوش وهاد المناطق راه كتلقى غير 14 كيلومتر 10 كيلومتر، ولكن كاين واحد الاختلافات لغويه. وفي هذا الاطار السي ناصر، الى بغيتوا تطلعوا على هذا الاخر شوفوا الكتاب ديال ميناء فقيوي اطلس لانجويستيك دو ريف، اطلس لانجويستيك اطلس لانجويستيك دو ريف. هاد مينا هادي خصها فوالا هذا فوالا سميتها مينا ها فقي، مينا فقي فقيوي قيوي ده واحد فقيوي. فقيوي عمل رائع بزاف، جميل واه جميل زعما معتبر، حيت هذاك جمعت فيه لي سو فاريونت اللي كاينين في واحد المنطقه ديال الريف. دونك كلمه واحده كتمشي لاطلس لانجويستيك، راه كاين حتى اطلس لانجويستيك دو لونجلوتير ديال لا فرانس وكذا،
كياخذوا مثلا كلمه واحده، مثلا اغروم، اغروم مثلا، كتمشي كتشوف لك في هذه المنطقه هذه اغروم، في هذه المنطقه اغوم مثلا، يعني كتشوف لك كتقول لك المناطق كامل اللي فيها اغروم والمناطق كامل اللي فيها اغوم، حيت اغوم كاين هنا في الريف واحد الظاهره صوتيه. فهمت كيفاش؟ يعني هاد اطلس لينغويستيك دو ريف اللي باغي يعرف على اللهجات الريفيه وكيفاش كينتشروا وكذا، راه عمل معتبر. هذا مزيان، خاص ضروري يكون عندنا ضروري داكشي اللي كاين.